تعادلات لكل فريق. هنا كره خطيره في دفاع اولمبيا الباشي لشهاب العبيدي، علي العمري يسبق الحارس. علي العبيدي في منطقه الجزاء احتراما للطائرة القانونية، كرة مرفوعة في دفاع المربي بالراس، ضاعت الكرة الأخيرة بعيدة فوق مرمى الحارس، ثم مقطوعة بيد الفريقي، كرة لعلي العمري في ظهر دفاع المربي بيجي، ضاعت فرصة خطيرة كبيرة في دفاع المربي بيجي وحمدي العبيدي. في التماس ليس كالعاده في التنفيذ، ياسين بو عبيد مهدي الودري في تدخل مرونه، ثم تبقى الكره خطيره على دفاع الافريقي والركنيه في المباراه للاولمبيا الباجي بانتظار التنفيذ. كره مرفوعه في دفاع الافريقي بالراس، خطيره الكره بعيده على مرمى الحارس معز حسن. كرة في دفاع الأولمبي ترجع للأفريقي، حمدي العبيدي، علي العمري، ثم وسام بن يحيى يرفع الكرة والركنية. التنفيذ يطول الكرة في منطقة الجزاء، وسام بن يحيى بالراس، ثم تتدخل الكرة لنادر الغندري، طول الكرة على حمدي العبيدي، خطيرة على دفاع الأولمبي البيجي والمخالف. بينهم محرز بالراجح، خلي الكرة بالراجح، التصويبة الأرضية سهلة. أولمبيا البيجي من الجهة اليسرى حاولت المرور، خطيرة الكرة على دفاع الافريقي وتدخل التنبيه. شارة التنفيذ، الركنية مرفوعة في دفاع الافريقي بالراس من كومباسا في مارولا، ثم كما جات بين مدافع الاولمبي ومهاجم الافريقي. صغير الافريقي كالعادة تواصل التشجيع في المدرجات، اعداد محترمة. تاندري يرفع لي حمدي العبيدي، العبيدي ايش يعمل؟ مناطق الاولمبيا البيجي مع هدم الطاوس بالقدم، هدم الطاوس المراوغه والتنفيذ، خطيره الكره على دفاع الاولمبيا البيجي مرفوعه من هدم الطاوس بالراس، بالراس من الجهه اليسرى علي العمري باش يرفع الكره، لا يدخل منطقه الجزاء، يسقط المطالبه بضربه جزاء لكن الحكم يعطي اسبقيه اللعب اولمبيا البيجي. افانكا الافريقي هلال الانظار لسعيد السيدي مدرب الافريقي، كوره يخلي الافريقي ما يلقاش المساحات، خطيره كوره في دفاع اولمبيا البيجي، يسقط حمدي العبيدي والمخالفه. اشرف كريم في التنفيذ، من الاقرب؟ احمد خليل، هدف اول في المباراه، احمد خليل يفتتح النتيجه للنادي الافريقي في الدقيقة الأولى من الوقت البديل. قلت هل يأتي الهدف الأول؟ وبالفعل يأتي الهدف الأول الافريقي. أحمد خليل مخالفة تضرب في جدار لاعبي فريق الأولمبيا البيجي في انتظار الصورة والإعادة وفرحة لاعبي الافريقي مع الجماهير. هدف في وقت مميز للافريقي في الوقت البديل، وفرحت ليش؟ التقدم الافريقي قدامنا الصورة الشوط الأول. انتظار القرار النهائي، عمر شوشان في حوار متواصل، عودة مع انطلاقة الشوط الثاني. نادي الافريقي مقطوعة، عفوا كانت رامي البدوي، خطيرة على دفاع الافريقي الركنية، فعل الكرة احمد خليل بالراس، ثم ترجع الاولمبيا البيجي دون عنوان، تبقى كره في وسط الميدان الاولمبيا البيجي، خطيره في دفاع الافريقي اسامه بوكره في منطقه الجزاء والعوده، بوكره خطير هذا اللاعب، هنا الكره والتصويبه خطيره، سام بن يحيى يرفع الكره بالراس في مره اولى من رامي البدوي، التدخل الدفاعي موجود. خلف منفذة باتجاه الحارس جزاء، الكرة مرفوعة خطيرة في دفاع الافريقي بالراس، دفاع الاولمبي، التوزيعة من الجهة اليسرى والكرة فوق المرمى لعلي العمري، خطيرة للافريقي في مناطق الجزاء، علي العمري ايش يعمل؟ يصوب علي العمري والكرة
فانتظار التنفيذ، وسام بن يحيى مرفوعة الكرة وتدخل جماهيرية كبيرة في المدرجات، خطيرة كرة، حمدي العبيد يعمل الكنترول يصوب الكرة تضرب في الدفاع، تبقى للافريقي الكرة خطيرة، وسام بن يحيى يضيع وسام بن يحيى على الافريقي، وسام ابو قرة يحاول يوزع الكرة فسهلة عند الحارس في دفاع الافريقي، وسام ابو قرة يدخل منطقة الجزاء والتدخل موجود، الاولمبيا البيجي مرفوعة الكرة في دفاع الافريقي، ياخذها وسام يحيى لعلي العمري في منطقة الجزاء، يسقط علي العمري مرة أخرى، السقوط في منطقة الجزاء، هنا كرة خطيرة لأولمبيا البيجي بمرافق الجيم، الكرة في محور دفاع الأفريقي خطيرة الكرة ورفع الراية، فانتظار التنفيذ، وسام بن يحيى مرفوعة الكرة بالرأس في منطقة الجزاء، مرفوعة الكرة بالرأس بعيدة، لاعب عزيز الخطوبي وناجح الترجمي، هو نجم ديفو تباس خطيرة على دفاع أولمبيا البيجي، علي العامري صابر خليفة، قريبة قريبة الكرة الأخيرة، صابر خليفة في مرة أولى ومحمد علي العمري في مرة ثانية، لملتقيتي الكرة وهي الأقصى، الأقصى للمدرب المباراة، تشنج متواصل في انتفاض الصفرة النهائية، وبالفعل يعلن الحكم عامر سوشيت صفر نهاية المباراة، وتفوق انتصار الافريقي في اولى جولات مرحلة التتويج قدام الاولمبيا البيجي وحده بلاش.